الحقيقة إن أنا محروجة جدا من قصتي، بس كان لازم إني أجي وأحكيها لكم علشان محدش يعمل زي، وعلشان كمان ربنا يسامحني. أنا اللي حصل فيا ده كله كان قليل جدا ورحمة من ربنا، لأن الصراحة كنت أستاهل أكتر من كده. هحكي لكم حكايتي، بس قبل ما أحكيها لكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وياريت تعملوا لنا لايك كتير. في يوم وانا قاعده في البيت سمعت صوت صريخ جامد جدا عند جارتي مع صوت المطر والرعد، ولقيت باب الشقه بتاعي بيخبط. قمت وفتحت الباب ولقيت جارتي هدير شكلها مخضوض جدا، وقالت لي الحقيني ابني تعبان جدا واغمى عليه ودرجه حرارته عاليه جدا. رديت عليها وقلت لها ما تقلقيش تعالي ناخده للمستشفى. مش هينفع، بابا يا راجل كبير وقاعد على كرسي وعنده شلل نصفي ولازم يكون في حد معاه. قلت لها خلاص روحي انتي المستشفى مع ابنك وانا اقعد معاه لحد ما ترجعي. شكرتني كتير جدا وجرت بسرعة، لبست هدومها وخدت ابنها ونزلت عن المستشفى. نسيت اقول لكم، انا ريم عندي 28 سنة، متجوزة بقالي 3 سنين بس لسه ربنا مرزقنيش بعيال. رحت لدكاترة كتير جدا بس برضو ربنا لسه ما قرتش. انا عايشة مع جوزي عمر في شقة في منطقة راقية جدا، وجارتنا هدير موجودة من قبل ما نيجي بكتير، وجوزها متوفي وعايشة هي وابنها وباباها. عمر جوزي دلوقتي في الشغل، وأنا طبعا ما ينفعش أسيب هدير جارتي في مشكلة، ما ينفعش أشوفها في مشكلة وما أقفش جنبها، لأن زي ما أنتوا عارفين إن الدنيا دوارة وأكيد هيجي يوم وهي هتقف جنبي كمان. فضلت قاعدة في الصالة عندها ومستنية باباها يصحى علشان احط له الاكل زي هي ما قالت لي، وادي له الدواء اللي هي حاطته لي على السفره. بعدها قلت اجيب موبايلي من الشقه علشان اكلم عمر واعرفه اني طلعت. لقيت نفسي نسيت المفتاح بتاع البيت بتاعي، والموبايل طبعا كان جوه. كده انا هرجع تاني لشقه هدير وهخلي ودني بقى مع السلم علشان لما اسمع صوت مفاتيح عمر افتح واقوله. فضلت قاعدة اتفرج على بيت هدير، انا ما كنتش بزورها كتير ولا هي كمان، كان كل واحد فينا في حياته الخاصة. بس الصراحة بيتها جميل جدا وفي انتيكات غالية جدا. قمت بصيت على كوميدينو كبير خشب مليان ادراج وفوقيه صورة متعلقة هي وباباها. بعدها لمحت درج مفتوح فتحته وفضلت اقلب فيه. الصراحة أنا عارفة إن اللي بعمله ده غلط، بس أنا فضولية جدا، أنا بحب أعرف الناس شايلة إيه ومش حاسرق حاجة. بس وأنا بفتح الإدراج لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت عظم فراخ كتير جدا، مع إنها مش مربية أي حيوانات في الشقة. فتحت الدرج بالراحة لقيت ورق كتير متشخبط عليه حروف منظرها غريب كده. منظر الورقة يخلي أي حد قلقان بسبب لونها الأصفر ده وشكلها المريب. قلبت الورقة لقيت صورة باباها، لقيت صورة باباها وهو واقف ومحطوط دبابيس صغيرة على رجله. لمست الدبوس وفجأة سمعت صوت حد بينده على هدير، يا هدير يا هدير. اتخضيت في الأول ورجعت الصورة وجريت على مكان الصوت. أول ما باباها ما شافني هو كمان اتخض. قلت له ما تقلقش أنا ريم جارتكم، وحكيت له اللي حصل مع هدير وإن هي اضطرت تروح بابنها المستشفى، وبعدها ساعدته يقوم يقعد على الكرسي بتاعه. الصراحة الموضوع كان صعب جدا، ودخل هو الحمام وجريت على المطبخ أسخن الأكل، وطلعت فتحت الدرج تاني علشان أرجع كل حاجة زي ما هي، ودخلت الورق زي ما كان
والعظم وشلت الدبابيس اللي كانت على الصورة ورجعتها تاني وقفلت الدرج، وقعدت على السفرة بعد ما حطيت الأكل ومستنية باباها يطلع من الحمام. فجأة سمعت صوت غريب، صوت ضحك عالي جدا من جوه الحمام بطريقة هستيرية، مبقتش عارفة في ايه. وبعدها الصوت ده اتحول لعياط جامد، ان قلبي بدأ يدق بطريقة قوية، مبقتش عارفة اعمل ايه. بقيت انا نفسي خايفة، مش عارفة اروح عند الحمام ولا افضل واقفة مكاني ولا اجري اطلع على السلم. وفجأة باب الحمام اتفتح بالراحة جدا ولقيت ابو هي. فجأة سمعت صوت غريب، صوت ضحك عالي جدا من جوه الحمام بطريقة هستيرية، مبقتش عارفة في ايه. وبعدها الصوت ده اتحول لعياط جامد، ان قلبي بدأ يدق بطريقة قوية، مبقتش عارفة اعمل ايه. بقيت انا نفسي خايفة، مش عارفة اروح عند الحمام ولا افضل واقفة مكاني ولا اجري اطلع على السلم. وفجأة باب الحمام اتفتح بالراحة جدا ولقيت ابو هدير. اهلا بيكم يا اصحابي، لو ما شفتوش الجزء الاول هسيب لكم اللينك بتاعه في الاي اللي فوق دي علشان تشوفوه. ولو اول مره معانا في القناه ياريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا يا اصحابنا اعملوا لنا لايك كتير. وانا ببص على باب الحمام فجاه لقيت الباب بيتفتح بالراحه جدا، لقيت ابو هدير، لقيته واقف على رجليه ومش مصدق نفسه وعمال يقولي انا خفيت وبقيت قادر امشي، واهو بحرك رجلي اهو. انا بحلم ولا ايه؟ انتي وشك حلو عليا. الصراحة انا بقيت واقفة مصدومة من اللي انا شايفاه. الراجل ده كان قاعد من سنتين، ازاي يرجع يقف ويجري زي المجنون كأن مفيش حاجة حصلت له؟ ساعتها افتكرت الصورة اللي كانت في الدرج وعليها الدبابيس، اكيد هو ده العمل اللي محطوط على صورته وعامل فيه كده. انا قاعدة بفكر في اللي حصل، والراجل هيموت من الفرحة، بس انا لازم اقوله شفت ايه وازاي ده حصل. رحت قلت له يا عم انا عايزة اقولك على حاجة. قال لي خير يا بنتي، انت اطلبي اللي انت عايزاه. قلت له انا لقيت في الدرج صورة وعظم، وحكيت له على اللي انا شفته كله. الراجل من الصدمة بقى بيبرقلي ومش عارف يقول حاجة. بعدها رد وقال لي ايه التخاريف دي، ايه اللي بتقوليه ده؟ قلت له طيب نجرب نرجع الدبوس في الصورة ونشوف اللي هيحصل ايه. سكت وكأنه كان خايف. وبعد شوية لقيته بيقول لي طيب جربي. قلت له حاضر، وفعلا مسكت الصورة ودخلت فيها دبوسين في كل رجل. لقيته مرة واحدة وقع على الأرض، قمت شايلة الدبوس من الصورة وحاولت أساعده، بس هو مرضيش وفضل قاعد على الأرض. وقام وقف مرة واحدة ومسك الصورة والدبوس وفضل يعيط، وأنا قلبي اتقطع عليه بصراحة. ولقيته بيقول للدرجة دي يا هدير، للدرجة دي قلبك أسود وما كانش هين عليكي تشوفيني فرحان، تخاف على ورثها لدرجة إنها تعملي عمل يجيبلي شلل؟ قلت أخافف عنه. قلت له ما يمكن ما تكونش هدير. قام بصلي وعينه بتطلع شر. خفت وسكت وبعدت عنه. هو راجل كبير في السن بس جسمه قوي وعنده صحة، علشان كده لما جاله شلل من سنتين كلنا كنا مستغربين، بس الصراحة فضولي كان هيموتني. ورث ايه اللي يخلي هدير تعمل كده في ابوها؟ فسألته ايه الموضوع الورث ده؟ قال لي انا كنت عايز اتجوز من سنتين وهدير كانت رافضة الموضوع،
ده لدرجة إنها سابت لي البيت ومشت. إحنا مش فقراء، إحنا مرتاحين جدا، وهدير عايشة في بيت جوزها وبتشتغل، وأنا ما قصرتش معاها في حاجة. بس الموضوع جوازي ده كان مجننها. وفاكر آخر مرة اتكلمنا أنا وهي قالت لي عايز تتجوز وتجيب واحدة تاخد فلوسك بالساهل وتورثك؟ الكلمة وجعتني، بس هي جت بعد كده واعتذرت لي. أنا مش مصدق إن هي اللي عملت كده. فضلت ساكتة من الصدمة. اللي يسمع بلاوي الناس تهون عليه بلوته، بس فعلا هم ناس أغنية، ليه الطمع اللي يخليها تعمل كده؟ هي اتعمدت إنها تخلي أبوها يجيله شلل نصفي عشان ما يفكرش في موضوع الجواز ده، وجابته كمان يعيش معاها بدل ما يقعد لوحده، وساعتها يضطر إنه يتجوز عشان يجيب حد يخدمه. قلت له طيب أنت قول لها إنك عايز ترجع تعيش لوحدك، وما تقول لهاش إنك فكيت العمل. رد علي بكل حزن وأسى وقال لي أنا مش قادر أفكر في حاجة، ومش مصدق إن بنتي اللي عملت فيا كل ده. حسيته مش قادر يقف، جبت له كرسي وقعد عليه. وساعتها جاتلي فكرة شيطانية، فكرة مريبة جدا، بس كانت هتخليني أعيش طول حياتي مبسوطة ماديا، وكمان هقدر أسافر برا علشان أعمل عملية أقدر أخلف. أكيد في دكاترة برا أحسن من هنا، وفي حاجات بفلوس غالية. ساعتها قلت له استنى هنزل أجيب حاجة ورجعلك. هز راسه ومقدرش يرد عليا. نزلت جريت على الصيدلية، جبت حبوب منومة، ورجعت تاني وعملت له عصير ليمون، وقمت حطيت له المنوم في العصير، وقلت له خد اشرب العصير ده عشان يهدي لك أعصابك. هو فعلا أخد العصير وشربه وقال لي أنا حاسس إني دايخ. أخدته من إيده ودخلت أوضته وراح على سريره ونام. وقمت جريت وجبت الكرسي اللي بعجل من الحمام وحطيته جنب سريره، ورجعت أخدت الصورة والدبوسين اللي مربوط عليهم قماشة اللي هي مكتوب فيها العمل الغريب ده، وقلبت في الإدراج، وخدت العظم والدبابيس وشلتهم في كيس معايا، ورجعت الأكل على المطبخ تاني. وفضلت قاعدة، وفجأة سمعت صوت بره الشقة. جريت بصيت من العين السحرية لقيت عمر، فتحت بسرعة ودخلت البيت، شلت الكيس اللي فيه العمل وجبت موبايلي ورجعت الشقة عند هدير. فضلت قاعدة لحد ما هدير ما رجعت وقالت لي مش عارفة أشكرك إزاي، وقعدت تقولي كلام كتير. ورجعت أنا على بيتي وفضلت صاحية طول الليل أفكر في خطتي. تاني يوم عمر راح الشغل وسمعت الصوت عالي من عند شقة هدير، وبعدها جرس الباب رن عندي بطريقة هستيرية. فتحت لقيت جارتي هدير بتقولي ممكن أتكلم معاكي؟ قلت لها طبعا. خدت مفتاح شقتي من الباب وطلعت وقفت معاها برا البيت. وقفلت الباب. هي استغربت جدا ان انا مدخلتهاش بيتي، لان طبعا مضمنش تقعد قد ايه وممكن ترميلي عمل ايه جوه بيتي. لقيتها بتبصلي وهي مبرقة عينيها. قلت لها خير؟ قالت لي انت لاحظتي حاجة غريبة على بابا امبارح؟ رديت عليها وقلت لها لا. ليه؟ قالت لي علشان بيقول انه كان بيمشي عادي امبارح وكان في عمل في الدرج. سمعت صوت باباها بينادي على هدير وبيقول لها تعالي افتحي الدرج، تعالي افتحي الدرج اللي انتي قفلتيه، العمل جوه الدرج. قلت لها مفيش حاجة من دي يا هدير، باباكي مصحيش من امبارح، كان نايم لحد ما انتي ما جيتي، ولو هو كان بيحلم بكابوس طمني وافتحي الدرج. لقيتها متوترة لان طبعا قالها على شكل العمل اللي هي مخبياه. قلت لها ما تخافيش افتحي الدرج، انا شلت كل حاجة امبارح. لقيتها برقت لي ومش مصدقة، وقمت قايله لها بس انا حطيت له منوم علشان يفكر انه حلم، انا معرفش اسبابك ايه علشان تعملي كده في ابوكي،
قالت لي ماشي بكل برود، وقامت فتحت باب شقتها وباباها بيزعق، ودخلت وفتحت الدرج اللي كانت ناسية تقفله امبارح بالمفتاح، وأبوها فضل يبص ويقلب في الدرج وهو بيعيط، وبصلي وقال لي مش انتي كنتي هنا امبارح وطلعت بمشي عادي وكان في عمل في الدرج؟ قلت له لا انت طول اليوم كنت نايم. لقيت هنا هدير ملامح وشها بدأت تهدى وتروق كده، وبعدها باباها فضل يعيط ودخل على غرفته وقال كلمة عمري ما هنساها، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقفل على نفسه. صعب عليا جدا لدرجة لقيت دموعي نازلة على خدي. لقيت هدير بصالي وهي فرحانة، بس لقيتني بعيط. هي ما بقتش فاهمة أنا معاها ولا عليها، بس اللي كانت متأكدة منه إن عايزة أطلع بحاجة هي لسه ما تعرفهاش، بس الواضح انه اهون من ان باباها يعرف انها عملت له عمل. بصت لي وقالت لي تعالي نقعد في مكان بره البيت، وفعلا نزلنا انا وهي وقعدنا في كافيه جنب البيت، وقالت لي مش هترجعي الحاجه اللي انت سرقتيها؟ قلت لها احمدي ربنا اني سرقتها، والا كان زمان باباكي عارف كل حاجه. قالت لي عايزه كام وترجعي الحاجه؟ قلت لها قبل اي حاجه انت عملتي كده ليه؟ ردت وقالت لاسباب عائليه ما تخصكيش. قلت لها لا تخصني. بصت لي وقالت لي تاخدي كام وترجعي الحاجه من سكات. هنا سكتت شويه، سكتت شويه وقلت لها 3 مليون جنيه. هي اتصدمت وفرحت، هي اتصدمت وفرحت لان اللي تمنه فلوس اهون من اللي تمنه مبدا. قالت لي ماشي اديني 3 ايام واحول لك الفلوس على حسابك. انا مش طماعه، بس انسانه زي دي كانت بتبتز باباها اكيد مش هتصعب عليا. وفعلا عدى يومين، وفي اليوم الثالث لقيت رساله جايه لي من البنك ان في 3 مليون جنيه دخلوا في حسابي. ساعتها اتصلت بيها وقلت لها انت فين؟ قالت لي انا لسه طالعه من البنك، جهزي حاجتي انا جايه اخدها. قلت لها حاضر. قفلت معاها وفعلا اتقابلنا في الكافيه، واعطيتها الحاجه، بس كان في عينيها شراره فظيعه. قلت لنفسي يعني هي ممكن تعمل لي ايه يعني، وروحت البيت. وبعد يومين طلعت الزباله قدام باب شقتي، وبعد شويه سمعت صوت في الزباله، بس قلت لنفسي يمكن تكون قطة، لكن للأسف كان انتقامها مني. أنا سافرت علشان أعمل عملية علشان أقدر أخلف، وأنا في العملية كانت حالتي خطيرة، واضطر الدكتور إنه يشيل الرحم. ولما فقت من العملية لقيت الرحم اتشال، انصدمت وصرخت. كنت مصدومة لأن الدكتور قال لي إن العملية بسيطة. روحت بيتي وأنا مهزومة وحاسه بانكسار شديد. وبعدها بشهرين جوزي سابني علشان عايز عيال، وانا ما بقتش ينفع اخلف. وبعدها وانا طالعه السلم قابلت جارتي هدير، ولقيتها بتضحك وبتقولي ايه اخبار العمليه. ساعتها عرفت منها انها اخدت جزء من شعري كنت رمياه في الزباله بعد ما سرحت، وعملت لي عمل بيه. خسرت للأسف الأمل اللي كان عندي إني أخلف، وخسرت الفلوس وحياتي كلها. لكن بعدها بكام يوم فوجئنا إن حصل مس كهربائي في شقة هدير، والشقة كلها ولعت، وفريق الإنقاذ أنقذ أبو هدير، لكن للأسف ملحقوش ينقذوا ابنها. ولما هدير رجعت وعرفت إن ابنها مات انصدمت وعيطت وما قدرتش تستحمل الموقف، وجالها انهيار عصبي، وبعدها دخلت مصحة نفسية. العمل اتحرق مع الشقة، وأبو هدير بقى يقدر يمشي على رجله تاني. ربنا انتقم مني ومن هدير، وأنا حياتي عمرها ما هترجع. أنا شريكة مع هدير في الذنب، ودلوقتي بدعي ربنا يغفر لي ويسامحني. وفي يوم كنت قاعدة وسمعت سؤال في إذاعة القرآن الكريم عن العمل والسحر، رد شيخ وقال آية عمري ما هنساها،
يقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وده بالظبط اللي حصل مع هزير. وإلى هنا تكون قد انتهت قصتنا، وأشوفكم في قصة جديدة إن شاء الله.